عسلامة ومرحبا بكم الناس كل في فيديو جديد. اكثر بي سي خدمت عليه في شان يوتيوب متاعي وعمل البوث هو اللي فيه الرايزن 5 5600 جي جرافيك انتجري فيجا 6 6 جيجا دو رام، ومن ناحية التطوير في المستقبل فيه قابلية تطوير رهيبة. البي سي هذا خدمته في راس العام وعمل برشا بوز وخرج منه برشا، وبرشا اللي شراو منه والناس كلها خرجت ساتيسفي، خاطر في المستقبل تنجم تطور فيه على خاطر خدمت فيه دي كومبوزونت من احسن ما فما، اللي هي لاليمونتاسيون 600 وات، الكارت مير الام اس اي بي 450 ام ابرو ماكس اللي فيها قابليه تطوير رهيبه، البواتيه من كولر ماستر دونك فيها اير فلو طياره، وبطبيعه تنجم تركب لها تبريد مائي في المستقبل. دونك خدمت لكم باك بارخص سوم على هذاك الناس الكل شريته، خاطر فيه قابليه تطوير رهيبه، واللي في المستقبل تنجم تركب له حتى للار تي اكس 3060 تي اي بالمرتاح. دونك الباك هذه طلبتوني عليها برشا، على هذاك عملت كولابوراسيون مع سكاي ميلا انفورماتيك ووفرنا لكم الباك هذا. واللافونتاج نزيد نعاود لكم، واللافونتاج نتاعها كونه تنجم تاخذ معها ايكران واكسسوارات وفما رميز في الحكايه، تنشوفوها مع بعضنا تو في الفيديو نوريكم بار ديتاي نشوفوا. دونك تنجم تاخو وعندك أحقية الاختيار، تنجم تاخو الكونفيغ وحدها وإلا الاكسسوارات والإكران وحدهم وإلا باك كاملة مع بعضها، وبطبيعة كل ما تكثر كل ما السوم يزيد يتيح شوية، دونك يعملوا لك رميز. ما نطورش عليكم أكثر، يلا نشوفوا الباك هذه مع بعضنا، شوفوا لي كومبوزونت نتاعها وننصحكم شنو تنجموا تطوروا في المستقبل، ونعطيكم آخر الفيديو افريج اف بي اس في اللي جولي قاعدين نلعبوا فيهم تو ونستريميو فيهم تو. ما نطورش عليكم أكثر، يلا نشوفوا مع بعض. ألوغ الأولاد، قبل ما نحكيو على أرخص بي سي جيمر في تونس مع الاكسسوار ومعها ليكرون، دونك لازاري كالعاده توفر لكم لي جو فيديو كسوا لي كيز اكاونتس اللي تحب عليه تلقاه موجود عند لازاري. هذا سيت نتاعهم، تنجم تشوبي لي جو، تنجم تشوبي كيز دي بوين فالورانت اللي تحب عليه تلقاه موجود عند لازاري. وهذه الباج فيسبوك نتاعهم، ما تنساوش الكود برومو اشكينغ 1 كي تجي تعمل ترانزاكسيون باش يعملوا لك بروموسيون بالكود برومو نتاعي. سو سكاي ميلا انفورماتيك توفر لكم الباك اللي فيها الرايزن 5 5600 جي، واللي هي ايديال باش تبدا الموندو نتاع الجيمنج وتنجم حتى تستريمي بها العاب من الفئه المتوسطه ومن الفئه الدنيا، وديجا تنجم تستريمي حتى العاب من الفئه القويه على 720 بي. دونك هذا الباك مليون و190 ملي كان مليون و449، دونك كي تاخذ معاها ليكرون ولي زاكسسوار تولي مليون و745، ونحكيو على بار ديتاي على ليكرون ولي زاكسسوار. والا اذا كنت تحب زاد تاخذ باك وحده ايكرون واكسسوارات 569 دينار في عوض 631. هذا الكل باش نشوفوه في لي ليان اللي موجودين في سكاي ميلا انفورماتيك. دونك بالنسبه للبي سي قدامنا كما نشوفوا فيه عندنا الكارت مير ام اس اي بي 450 ام ابرو ماكس اللي سومها وحدها 185 دينار. بالنسبة للكارت مير هذه فيها قابلية تطوير كبيرة في المستقبل، عندك 4 سلوت دو رام دونك تنجم توصلها 32 جيجا رام بالمرتاح، واللي هي تو ديجا نحنا 16 جيجا سوفيزون على الاخر باش تلعب وتنجم تستريمي به. على البروسيسور اللي هو الرايزن 5 5600 جي، واللي هو بروسيسور سيسكور 12 ثريدز بيز فريكونسي نتاعو 3.9 جيجا هرتز وتربو 4.4 جيجا هرتز، فيه الجرافيك انتجري اللي هي الفيجا 6، وبرشا ما يعرفوش اش معناها جرافيك انتجري. بالنسبه للبي سي هذا يقول لك ليه ما فيهوش كارت جرافيك، صحيح ما فيهوش كارت جرافيك، مي البروسيسور فيه جرافيك انتجري اللي هي الفيجا 6 مع 6 جيجا دو رام باش تعطيك بيرفورمانس كاسحه في الجيمنج. اي لعبه تتخيلها انت تنجم تلعبها بدون اي اشكاليه على الكونفيغ هذه، لو طون اللي في المستقبل خاطر هي ديجا نحن خدمنا البي سي هذا للناس اللي عندها بودجي اقل من مليون و200 وتحب تشري كونفيغ فيها قابليه تطوير في المستقبل. دونك لي بوان فور عندنا لهنا البواتيه كولر ماستر ماستر بوكس كا 500 ال ار جي بي، البواتيه هذه فيها اير فلو تحفون برشا، وزيد تنجم تركب في المستقبل حتى تركب لها تبريد مائي، فما حتى ادنى اشكاليه به. عندنا زاد البوان فور الثانية لاليمونتاسيون من كولر ماستر ماستر إليت 600 وات سيرتيفي 80 بلس برونز 169 دينار. بالنسبة لاليمونتاسيون 600 وات تكفي باش تنجم تركب لها ار تي اكس 3060 تي في المستقبل، يعني باش تنجم تلعب الالعاب الكل على 2K كاليتي ممتازة، تنجم تستريمي اي لعبة على اقوى جرافيك بالمرتاح. دونك تبدا بمليون و190 ومن بعد كل مرة تلم بودجي معينة وتزيدها وتشري بها احوايجها. عندنا الرام كما قلت لكم 6 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز من سيليكون باور،
دونك الاس اس دي عندنا 100 عندنا 512 جيجا دونك الاس اس دي نتاعنا من تيم جروب اي اكس 2 اي فوالا دونك هذه الكونفيغ نتاعنا غارانتي بالطبيعه عام كامل وجوك احلى جو العاب الكل اللي تحب عليهم تنجم تلعبهم وتستريمي اذا كان لعبه من الفئه القويه كيما سايبر بانك تستريميها على 720 بي اذا كان مش تستريمي فالو سي اس جو جي تي دونك العاب من الفئه المتوسطه تستريمي بالمرتاح على 1080 بي دونك باش نخليكم لافرج اف بي اس في اخر الفيديو تبعوه باش تعرف اللي الكونفيغ هذه بالحق تستاهل البيدجي هذا كبدايه حتى في صناعه المحتوى البروسيسور كاسح على الاخر حتى في صناعه المحتوى الاداء نتاع البروس ممتاز به بالنسبة للباك كاملة معها إكران ريد دراجون بيرل كيرفت 24 بوس فول هاش دي دال متاحة فيا تودو رفريشيس مو متاحة 165 هرتز و طن دي ريبونس 1 ملي سكوند أنا ديجا عندي اللي زيكران متاعي ريد دراجون أمبر اللي هما الفيرسيون اللي أكبر منها 27 بوس البقية الكل كيف كيف وزيد فيها أفونتاج اللي موجود فيها الفريسينك بريميوم وزيد فيها الدي سي اي بي 3 90% اللي تعطيك وضوح متاع ألوان في الشاشة حتى ولو هي مش اي بي اس دونك مش تعطيك اداء رهيب في الالعاب وحتى في صناعة المحتوى به بطبيعة لهنا يجينا معها باك ديز اكسسوار عن السوري ريدراجون ام سي 100 29 دينار عن الريدراجون هيلاس هاش 260 ار جي بي 69 دينار واللي هي ارخص كاسك سيراوند ساوند من ريدراجون دونك بالنسبه للكلافي ريدراغون سنتاور كلافي سيمي ميكانيك 49 دينار سومها وعندنا التابير دراغون ارشلون ال بي 0035 دينار دونك باك كامله 1,745,000 ملي كانت 2,080,000 والحاجه اللي جلبت لي انتباه وعجبتني في الباك هذه الكل كونها كبدايه لكن بالنسبه للكرون طيارة 165 هرتز خويا باش تعطيك اداء رهيب في الالعاب وخاصه الجماعه اللي مغرومين بسي اس جو فالورانت مش تلقى اللعبة سموث على الاخر يعني سلسة بتبيع لزاكسسوار كبداية محترمين على الاخر سيرتو الكاسك من ارخص الكاسك اللي انصحت بيهم هي والريدراغون باندورا دونك في المستقبل تولي تركب كارت جرافيك القطعة الوحيدة الناقصة في البي سي هذا باش تلعب كل شيء على اقوى جرافيك هي كارت جرافيك تاخولو RTX 3060 ولا RTX 3060 Ti اللي سومها نورمالمون 1,640,000 حاجه كيما كيكا ولا تنجم تلقى حتى في 1,400,000 وتنجم تاخذ حتى في البون اوكازيون ما يقلقش معناها اذا كان تستاهل الفورمارك وتبدا جوها باهي دونك تنجم تتكلف لك حتى 800,000 كارت جرافيك تولي تستريمي على 2K دونك بالنسبه كيما قلت لكم كبدايه الباك هذه رعب من اللي كان 2,080,000 ولات 1,745,000 دونك وبالنسبه ليا انا كراي شخصيه خير من اللي تاخذ بي سي بالاي 3 ديزيام جينيراسيون جي تي اكس 1650 خاطر في المستقبل باش تراسي لك تبدل الكارت جرافيك وتبدل في البروسيسور وشوف الكارت مير عاد اللي تسيبورتي دونك من المستحسن تاخذ حاجه كيما هكا اللي كومبوزونت كل كاسحين تبقى جوست كارت جرافيك باش نجم كل شيء تلعبه بالمرتاح دونك حاولت نطول شويه في الفيديو بار ديتاي باش تقتنع اللي هذا هو الباك اللي تنجم تبدا بيه ستارتر باك كيما احنا نقول به اذا كنت حاب تاخذ الباك نتاع اكران واكسسوارات وعندك الكونفيغ نتاعك 569 دينار من اللي كانت 631 دونك اوفر طياره على الاخر وموجوده كان عند سكايميل انفورماتي دونك تو اللحظه اللي تستناو فيها الناس الكل لافرج اف بي اس في كلكو جو على الباك هذه واللي يجيب شي عادي كوموند ماذا بي يقول سكايميل راهو بعثني اشكينغ وان اذا كان فما رميز اخرى اتوتسيل يلا خليكم على لافرج اف بي اس وميرسي بوكو على التشجيعات نتاعكم اللي قاعده توصلني كل يوم. A taste of poison.
New kill leader appointed. Heads up, new kill leader.